ميكول كي 2 برو ريسيفر وتي في بوكس في جهاز واحد. السلام عليكم. ده جهاز ميكول كي 2 برو هو هايبر تي في بوكس، عباره عن تي في بوكس وريسيفر في نفس الجهاز. الجهاز عليه معالج املوجيك اس 905 دي كواد كور سي بي يو كورتكس اي 53، معالج رسوميات مالي 450، 2 جيجا بايت رامات دي دي ار 3، 16 جيجا بايت ذاكره داخليه، نظام التشغيل اندرويد 7.1. الجهاز بيدعم 2.4 و 5 جي واي فاي وفي بلوتوث 4. في العلبه بيجي جهاز التي في بوكس نفسه، ريموت كنترول، دليل المستخدم، باور ادابتر وكابل اتش دي ام اي. التي في بوكس شكله وتصميمه جيد، مصنوع بالكامل من البلاستيك طبعا زي معظم اجهزه التي في بوكس. من الاعلى فيه لوجو الجهاز كي 2 برو وزرار الباور، فيه اضاءه ال اي دي. الجهاز من قدام فيه اسم الجهاز ميكول، مفيش حاجة من الشمال. وده شكل الجهاز من تحت، فيه فتحات التهوية وفي قطعتين عشان تعلق بيهم التي في بوكس لو تحب. من الناحية الشمال فيه 4 مداخل يو اس بي ومدخل لكارت الذاكرة. الخلف فيه مدخل باور، مدخل اوديو اوبتيكال، ده توصيل مسرح منزلي لو عندك او اي نظام صوتي. بعد كده في مدخل اتش دي ام اي، مدخل لان، سي في بي اس، بعد كده مدخلين بتوع الريسيفر ومدخل لهوائي القنوات المحليه هو الدي في بي اس 2، ودي القطعه اللي بتركب فيها الريسيفر الكابل اللي جاي من الدش او ال ام بي. القطعه الثانيه اللي هي الدي في بي تي 2، دي اللي بتركب فيها الهوائي بتاع القنوات المحليه. في نسخه مماثله للجهاز ده بس نظام الاندرويد بتاعها قديم 5.1 وتقريبا بتكلف نفس السعر، وانا ما انصحش باقتنائها يعني. النسخه دي تعتبر افضل، وفي نسخه افضل من دي بتيجي مع معالج املوجيك اس 912، 3 جيجا بايت رامات، 32 جيجا بايت ذاكره داخليه، لكن سعر الجهاز بيبقى غالي شويه من 140 ل 150 دولار. الجهاز اللي معانا النهارده تقريبا سعره 87-88 دولار، هو يعتبر سعر مرتفع، لكن بالمقارنه ان ده تي في بوكس وريسيفر في نفس الوقت ممكن السعر يبقى معقول شويه. وروابط الاجهزه هتكون موجوده في وصف الفيديو. الجهاز تقريبا بياخد 18-19 ثانيه لتحميل شاشه البوت سكرين، ودي الشاشه الرئيسيه للجهاز. ده يعتبر نفس اللونشر اللي بتستخدمه ميكول في باقي اجهزتها. مفيش نوتيفيكيشن تاب او نافيجيشن بار تحت. من الشمال فوق في لوجو الجهاز كي 2 برو، على اليمين موجود الساعه، تحته في شريط الايقونات ممكن تعدل فيه تظهر او تخفي اي ايقونه من اد اب. بعد كده في مجموعه ايقونات ثابته، اول واحده فيهم اللي هي تي في سنتر اللي المفروض تكون برنامج الكودي، لكن الجهاز جاي بدون برنامج الكودي فانت لازم تنزله من المتجر بنفسك. تاني ايقونه هي الاكسبلورر او مدير الملفات. بعد كده البرامج، ودي كل البرامج اللي جايه مسبقا مع الجهاز زي جوجل كروم، ميوزك، بلاي ستور، يوتيوب، دي تي في، وده البرنامج الخاص بالريسيفر، وفي بعض البرامج زي ميراكاست، ام اكس بلاير وغيرها من البرامج. وبعد كده في اعدادات الجهاز والمتصفح. داخل الاعدادات هتلاقي الاعدادات الافتراضيه لاي جهاز. من اعدادات الشاشه تقدر تشوف الريزولوشن بتاع الشاشه او تعدل وضع الشاشه. تخزين واعاده الضبط، من 16 جيجا بايت هتلاقي 11 جيجا بايت بس متاحين، وممكن تستخدم كارت ميموري او فلاش يو اس بي كذاكره داخليه للجهاز، ونسخه الاندرويد 7.1.2. والجهاز بيجي مع كل اللغات المتاحه من ضمنها اللغه العربيه، وده شكل الجهاز لو استخدمت اللغه العربيه. بيتغير بعض الاسامي في الاعدادات وبعض اسامي البرامج مش كلها. ده شكل اليوتيوب على الجهاز. الماوس مش هيشتغل مع اليوتيوب، مش هتقدر تفتح الفيديوهات، فلازم تستخدم الريموت اللي جاي مع الجهاز. الجودة القصوى اليوتيوب 1080. الجهاز بيستخدم نفس نسخة الجوجل بلاي ستور اللي بيستخدمها جهاز الانفيديا شيلد، بالتالي في برامج والعاب كتير مش هتلاقيها متاحة هنا، فيبقى الحل الوحيد ان انت تنزلها كملفات APK. نتائج البنش مارك من انتوتو بنش مارك تعتبر ضعيفة خاصة لجهاز بالسعر ده، لكن بالنظر لامكانيات الجهاز معالج ال 905 ما بيبقاش قوي جدا، نفس الاسكور الضعيف على جيج بنش مارك، ولكن اداء الجهاز لغاية دلوقتي جيد جدا. برنامج الميراكاست اللي جاي مع الجهاز شغال، تقدر تربط بيه التليفون بدون اي مشاكل. الجهاز جاي بروت اكسس من المصنع، ممكن تستخدم جوجل كروم تفتح عدة مواقع في نفس الوقت. برنامج الكود اللي انا نزلته من المتجر هو اصدار 17.6. هنشغل دلوقتي بعض الفيديوهات بجودات مختلفة عشان نختبر اداء الجهاز. هنبدأ بجودة HD 720. For generations, this peaceful island has been home to our family. But beyond our reef, a great danger is coming. جودة Full HD 1080. Do you have plans tonight? Do you want to have fun with me later? Courtney Holmes, I am mildly surprised. Midnight basement sub level C. Quad HD 1440.
واخيرا 4K 2160 كل الفيديوهات شغالة بامتياز. Fighting does not make you a hero. What if I promise to be careful? Just a shield then, Diana. No sharp edges. وأداء الجهاز مع الألعاب ممتاز جدا. دلوقتي هوصل لطريقة توصيل الريسيفر. اول حاجة محتاج توصل الكابل اللي جاي من الدش في القطعة اللي هي DVB-D2. بعد كده تفتح برنامج DTV، تختار اول اختيار اللي هو DVB-S2. من ساتلايت ليست هتلاقي كل الاقمار المتاحة على الجهاز تقريبا 279، لكن النايل سات مش من ضمنهم. متى هتحتاج تضيف النايل سات بنفسك تضغط على زرار الاحمر في ريموت كنترول عشان تعمل اد. بعد كده تكتب اسم الامر، انا اسميه نايل سات، وتختار ويست اللي هو الغرب. بعد كده تكتب لونجيتيود 7، هي دي بيانات النايل سات 7 درجات غربا. بعد كده نضغط على اوكي، وكده تم اضافه النايل سات لقائمه الاقمار. بعد كده تتاكد ان انت معلم على القمر من خلال زرار الاوكي اللي موجود في ريموت كنترول، هيبان هنا علامه الصح. بعد كده خش على تاني قائمه اللي هي انتنا سيت اب، وتاكد ان النايل سات موجود فوق في اول اختيار. بعد كده نضغط على زرار اللي باللون الازرق في الريموت كنترول عشان يعمل بحث. البحث هياخد وقت شويه، ممكن 10 دقائق تقريبا. بعد انتهاء البحث هتنزل كل القنوات اوتوماتيك. ممكن تعمل تعديل للقنوات اللي موجودة، تغير الترتيب او تحذف اي قنوات، والموضوع ده سهل جدا من الجهاز. كل عليك تعمله ان انت تضغط على زرار المنيو اللي موجود في الريموت كنترول، تختار شانل ليست اديت. هيجيلك 3 اختيارات، اول واحدة للتعديل على القنوات، تاني واحدة لاختيار القنوات المفضلة، تالت اختيار ممكن تمسح كل القنوات. نخش على اول اختيار، بعد كده نضغط على الزرار الازرق تاني اللي في الريموت. ودلوقتي جاب لنا اختيار، في اختيار نقل القنوات، اعادة التسمية، ترتيب حسب الاسم او الحذف. عشان تعمل حذف لاي قناة تعلم عليها بزرار الاوكي اللي موجود في الريموت كنترول، وبعد كده تضغط على زرار الديليت اللي موجود في الريموت من تحت، وكده تتم عملية الحذف. دي كل المعلومات الرئيسية عن الجهاز. لو في اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات تحت، رابط الشراء تكون موجودة في وصف الفيديو. شكرا على المشاهدة ونشوفكم الفيديو الجاي.